اهلا وسهلا بكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنبدا معكم واحد الموضوع مغاير، كما كنقول لكم دائما دائما كنجيبوا الجديد الحمد لله. اليوم ان شاء الله غنوريكم واحد الوان ديال الورود، يلاه تجنا الحمد لله وخير الله موجود، وواحد الالوان رائعه بزاف بزاف بزاف. هانتوما معنا ان شاء الله، ودابا غادي نبداو نقيو هاد لي بورجون ديال الورد. وهانتوما معنا ان شاء الله، نوريكم الطريقه كيفاش كنقيو. كيدو غير هاد العيبات هادو هما من الفوق، دابا راه مجنين طايب هكذا هكذا. كيدو هادو غادي نحل هكذا، كيدو غير هادو طوالين ولاويين. باينين هكا فيهم في ايديكو. هانتوما معانا مع هاد الوينات رائعة وجميلة، واحد المهم الناس بزاف 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 كيبغيو اللون الأحمر، واحد اللون مخصوص يكون فيه رائع وبزاف. اللون الأحمر ما شاء الله لون رائع بزاف بزاف بزاف. في واحد لمسة رائعة، نرجعوه دابا هاد الورد هذا كنديروه في الماء. هانتوما هنا راه هاد الجابية هادي ديال الماء باش يبقى حي الورد ديالنا. ها هو الماء، شوف هانتوما ها هو الماء، وغنرجع هادي بلاصتها. دار الورد كله نشوف، المهم نخليها هنا تشوفوها تتبعوا مناظر ان شاء الله. ها هما نبداو عاوتاني، ها هما هاد العيبات هادو حيدوهم. ها نتوما هاد اللوين هذا عاوتاني، هذا كنظن حيت انا ما كنعرفش الاسماء ديال الورود، الراجل المنظر اللي كيعرفهم. هذا واقيلا جاكاراندا ولا فيشيا ما عرفتش. ها نتوما هاد اللوين هذا، هانتوما الألوان جميلة. هي صايبو منظار هاهو. المهم أنا غير كنوريكم، غنوريكم لون آخر إن شاء الله. هاهو هانتوما هانتوما هاهويا اللون هذا بحال غادي لورونج تقريبا، وهذا اللون الاصفر كيكون فيه واحد كتكون فيه واحد الرائحه ما نقولش لكم كي دايره. ها هو اللون الاصفر، ها هو رائع. وهذا بحال اللي وريتكم جاكاراندا ولا كنظن ولا فيشيا ما عرفتش. ها هو وهذا اللون تقريبا هذا غوز بارد. هذا اللون هذا راه ماشي هو هذا اللون، ها انتم لاحظتوا الفرق، هذا راه ماشي هو هذا، هما مقاربين ولكن كل واحد اللون ديالو. هانتوما هذا الغوز بارد وهذا الابيض، حتى الابيض راه فيه كاسي كريمي. هذا عاوتاني واحد اللون، واحد اللون ما نقولش لكم كي دايره، انا عجبت لكم دابا واحد اللون رائع. انا بعدا هذا هو اللون بصراحه الله المفضل عندي. ها هو هانتوما ها هو هو هاد اللون لورونج، انا نقول ليه لون رائع. نوريكم غير واحد الوحيده، هذا هذا الوليد، هذا ولد. هانتوما هاد اللون هذا تيحمقني انا، عندك هو اللون الاحمر ولكن هذا هو اللي كيسطيني بزاف بزاف بزاف. وهذا عاوتاني اللون الاحمر عاوتاني، هذا تنقولوا ليه بحال انا تنقول ليه موبرا. عنده داك 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 الوريقات ديالو بحال موبرا سبحان الله العظيم. ها نتوما نقدر نوريكم واحد الوريقه ديالو، ها هو نشدوه، ها هو شفتو الوريقه ديالو كيفاش دايره، ها هي رائعه هي هادي. وهادو الوليدات تنقولوا حنا الولد، ها هو كاينه الوريضه اللي كتكون فيها الولد كتجينا بحال هكذا. ها نتوما ها هي، هما تمتعوا في المناظر
اللي كيقول لك اللي في الدار بالنسبه للناس اللي في الدار، راه واحد الالوان رائعه. هنا عاوتاني جينا لهذا اللون هذا، راه هو وريتو ما هو كان هنا هو، وهذاك اللون هذا باقي شي لوينات اخرين. المهم نكملوا هنايا، نكملوا هذا الورق هذا دابا مع الظلام ما كيبانش. ها هو شكرا عندك، هو راه وريتو لكم في الاول هو. ودابا غنهضر لكم ان شاء الله، راه هذا المنظر ما يسخى به حتى شي واحد صراحه الله. هاد لاسبيديتر هادي رانا دائما دائما كنوريها لكم. ها هي هذه هي لاسبيديتر اللي كنوريكم في لاسيرات. اليوم راه شويه الظلام هنايا، ها هي هذه هي لاسبيديتر، هذه هي اللي كنزوقوا بها الورد. ها هي مجنيه مصايبه مقاده. المهم انا نوريكم الطريقه ديالها كيفاش كيصايبوها هانتوما. لا على بركة الله، هذه راه عجناها من الدار صح هنايا هنا بحال هكذا. دابا راه ها هو لاسيك جناوها طيبات ان شاء الله. باقا ندير معكم فيديو الجنة ديالها، راه كنت الصباح غنديرو معاك كان مول الدار خدام، ولكن ما لاقش لي كيفاش. شدو هكذا وحيده على وحيده بحال هكذا، وحيده على وحيده. المهم عرفتو اش غادي ديرو، انا غنجيب لكم خليها هكذا، غنجيب شي وريضات وغادي نوريكم كيفاش. من هنا غناخد شي وريضات نقدري من هاد الجهه هادي، هي ناخد غير هاد الماء. كيما قلت لكم ها هو الورد في الماء، شوف هنا غيبان لكم بالواضح اكثر. ناخد غير شي وريضات صغارين هكذا من هاد الجهه هادي، في هادي مثلا، وناخد وحده هنا. ناخد انا غير دوكم متفتحين هانتوما بحال هكذا، الا بانت لنا شي وريضه هكذا فيها شي حاجه بحال هكذا. وناخذ هانتوما هاد اللون الاصفر الرائع، راه ما شاء الله ما نقولكمش الوان رائعه وجميله جدا. ناخذ هادي هادي حبات ماشي مشكل، ناخذ غير من هذا صافي. هانتوما انا بغيت غير نوريكم الشونتيو ديال كيفاش كيصايبوا البوكي. ما هبطتش المقص معايا ولكن ماشي مشكل، انا غنوريكم دابا ان شاء الله الطريقه ديال كيفاش كيصايبوا البوكي. هانتوما دابا هادي لاسبيديسترا، راه دائما كنقول لكم كنوريها لكم هانتوما بحال هكذا. هيا كنجيبو هادي هكذا فيها البوكي ديالنا بحال هكذا كيكون، يعني تنقول لكم انا غير شونتيو بحال هكذا هكذا صافي. دابا غادي نرجعو لاسبيديسترا ديالنا الجنة ديالها هانتوما، كنديرو وحيدة على وحيدة بحال هكذا، وحيدة على وحيدة هكذا هكذا وهكذا. عاوتاني تقلبوها بحال هكذا وهكذا بحال هكذا هكذا. رجعو لهاد الجهة هادي في نفس الوقت، راها مصايبة من هنا هكذا هكذا. صافي كتصايب من تحت هكذا، كنشدو هاد لاسيك هكذا كنرجعوها مع خوتها هنايا. هانتوما هادي هي هادي لاسبيديسترا كاملة، هاهي كلها بحال هكدا، هي هادي لاسبيديسترا. هدا هو الزواق لي كيزوقو بيه الورد هانتوما هكدا. أو غنوريكم دابا زواق آخر ديال الورد، بسم الله على بركة الله. هدا البابيروس ها هو، هدا تيقولو ليه البابيروس. ان شاء الله دابا ندير معكم فيديو غادي نجنيه ونوريكم الطريقه الجني ديالو. هو بابيروس يقول ليه بابيروس، حتى هذا راه كيزوقوا به الورد، يعني راه كاع اكريات تيعرفوا كيفاش. ها هي ها هي واحده كده منه، ها هي ها هي وحيده، راه هو هذا هذا كيدار في بوكي. ها هو بزاف الناس يبغيو يعرفوا هاد الامور هادي. ها هو هو هذا، هانتوما تشوفوه معنا هانتوما. ها هو هو هذا كله، هادي هكا هانتوما، ها هو يا هو هذا هانتوما هكا هو هذا كله.
محزوم من هنا بلاصتي. يعني كما قلت لكم راه بناء على طلب بزاف ديال الناس قال لك بغينا مونيا. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم غير انواع ديال الورد اللي كاينه واللوينات اللي كاينين، باش ما نطولش عليكم الفيديو من طريق الحال، غير اللوينات وريتكم. غدا ان شاء الله الفيديو القادم، غدا الله اعلم ان بقاو عايشين ولا، المهم الفيديو القادم ان شاء الله غادي نوري لكم طريقه زرع الورد ان شاء الله باذن الله، واحد الطيف ديال الارض غادي نوريكم كيفاش كنزرعوا الورد ان شاء الله. دائما تنقول لكم بالنسبه للناس اللي في البيت، لا بغيتي ديري في الفور، ديري في لي بالكون ولا في السطح فين ما بغيتي، تقدري ديري الورد، المهم غير تكون في بلاصه تكون فيها الشمس، الورد كيبغي الشمس. المهم خليكم مع هاد الناس هادو وبصحتكم، راه واحد الالوان كتفتح القلب صراحه الله. انا ما نبقاش نهضر دابا، غادي نرجع هادو وصغير قدام ان شاء الله. هاد هادو كيبانو، المهم انا غنحاول نجيبهم هنا في هاد البلاصه هادي. هانتوما هانتوما كيديرو هكذا في الماء، الماء او الماء المحطوط هادي، غنصايب ليها البلاصه ديالها هكذا بحال هكذا، ونخليها طيح بحال هكذا. هادي تاهي غنرجعها لديك البلاصه، هانتوما راه واحد المنظر ما نقول لكم، شوفوا على وريضات رائعين فنين ما شاء الله، منظر رائع صراحه الله. الورد راه شي حاجه وحق الله العظيم، الله يجعل ايامكم كلها ورد ان شاء الله. وانتوما ندير تهديه هكذا، هذه الطريقه اللي كنتو بها هنايا هكذا، باش تبقاو الوريضات حيين. ملي كيتجنى الورد ضروري خصو يدار في الماء، وواحد الطريقه بغيت نقولها لكم مع هاد المناظر هادي، راه اللوينات ما تبقايش حيدي عينك منهم. بغيت نقول لكم يعني الطريقه ديال تجفيف الورد، ملي كنبغيو نجففو الورد ديال، حيت كاين الورد اللي كيدار على لي كاطو، وكاين الورد اللي كيدار ديكور، ما كيدارش في الماء، كي كيتجنى صافي كيتعلق وكيدار في الظل، ما كنديروش في الماء، ما كيدارش في الماء، حيت الا دار في الماء كيكحل. يعني كنقول لكم الورد كي كيتجنى صافي كنعلقوه، ولا كنديرو في شي بلاصه فيها الظل، عاد ممكن نبتو الورد ديالنا، ولا كنشدوه وكنيبسوه وكنديرو في الفران وكنطحنوه وكيدار في الكطو. وبزاف الناس سولوني على الورد، ها هو الورد وبصحتكم وراحتكم.